حواليه لعبوا دور سيء وخربوا له حياته. مهند شخص طيب وصادق وقبل يتحمل هالوضع بس لأنه وعد سمرة أنه يوقف جنبه. والله كل اللي بيصير معه ما عاد يهمني بنور. هلأ صحيح ما بحب أنه شخص بعرفه ينحط بهيك مواقف، بس هو هيك اختار، يعني هو حر ويصطفل بحياته. يعني قصدك تقولي أنه علاقتكم خلاص انتهت؟ حبيبتي من الأصل هي ما بلشت، ما في شي حتى ينتهي. فعلاً ما بيصير الواحد ينفخ بقربة مقطوعة، كله بالنهاية اسم الوصي. بس هداك الغبي ما فهم هالشي وبلش يتحركش فيه. مؤيد؟ هو منتهي بالنسبة لي. ما بعرف كيف قدرت بعد حب سنين طويلة شيله من قلبي وما بقى أحس بشي، كأنه هالحب ما كان. عم يحاول يرجع لي؟ لا يا روحي، كانت نيته واضحة، بده يخليني على الانتظار ليتسلى. مفكر حاله انه مسيطر علي واني قاعده عم استنى لحتى يتركها لبانا مشان ارجع له ولا كانه شي صار. اي شو بدك فيه؟ بعرف. ليك كيف عم تضحك؟ ولا كأنه صار شيء، كأنه ما انجرحت. عم تساوي هيك مشان نروح نقول له لمهند إنه منيحة ومبسوطة. كأنه عم تقول أنا قوية ومهند ما بيهمني كثير. والحياة بتستمر عادي. ردة فعل هي بعرفها منيح. وأنا مارق فيها من قبل ومو سهل ننسى. ما؟ أنت من زمان قلت لي شغلة عن مهند، إنه بحبني. كنت عم خرب. طيب خلينا نفترض إنه الشيء اللي قلت لي إياه ما كان دخلي. يعني لو كان الحكي وقتها مزبوط، قلتك شو كان صار؟ عندي فضول أعرف. أو لو إني ما حبيته لمؤيد، ولو كان في بحياتي واحد تاني غيره، أكيد ما كنت أثرت على حياتهم بهالطريق. أكيد وقتها مهند ما كان فات على السجن.
كانت هلأ كل ظروفه مختلفة. أكيد مهم، بجوز أوضاعنا كلها كانت أحسن. بس هيك مشيت الأمور وما فينا نغير شيء من الماضي. أوه، شو هالنشاط كله؟ ما بقى فيني. وافي لوين؟ روحي على النيل رأس الشرقي. يلا قلي علي لوين ناوي تاخدنا؟ ما بقى بدي ضل هون. شو رأيكم نغير المكان؟ لا أنا ما بقدر، بكرة عندي شغل بكي. أنا إجازتي أسبوع. أوه ما شاء الله. مقابل شغل 10 أيام اشتغلت بدون راحة. بدكن نضل شوي؟ لك مو شايفه كيف منزق فيني كل الوقت؟ ماشي، بكفينا يومين وأنا بعد بسط. نعم؟ كنت عم أقول إنه يومين ورا بعض بسطوا رأس كتير علينا. لا تاخدي الكلام، سهرة مبارح ما كانت حلوة. شو بكي؟ لحساب إذا سمحت. بعد عن الطريق شوي بابا، مو شايفنا قديش نحن مستعجلين؟ شو خلصت الوجبة؟ لا ما خلصت، في بعد شوي. أنا هلأ رح أروح ووزع هدول وخلي الباقي يوزعهم علي. نحن لازم نجيب كم عامل للمحل، ما عم نلحق عليكم ما شاء الله. خلص منجيب بسرعة، أبي علي قرب يوصل. يا ابني خد هدول والحقوا لمهند. يلا مهند اللي على اليمين للمحلات. ماشي. استنى دقيقة مهند، استنى. لك هلا يا ابي، ابي يلا بسرعة ما في وقت. خد هي معك، حطها بالتنظيف انت ورايح بطريقك. لا مو فاضي. لك لازم نرجعها، اذا تأخرنا رح ياخدوا اجرة زيادة. يا ابي انا مستعجل وطريق مو من هنيك. كلياتها دقيقة، بترك شغلي وبروح انا. ماشي خود. أنا مو ناقصني غير نظف لك فساتينك. كوثر خانم بالصالون، رح روح لعندها شوي وارجع. تعي لهون زينب. فوتي هلا وبتروحي بعدين، لانه بس يكون مهند بالحاره ما بحب انه تطلعي. لو سمحتي زينب. ماشي مثل ما بدك. بعدين قلتي لي بدك تتعلمي طبع صور.